أرضية في الواقع ويوفر المجال لإنتاج السلاح النووي في الواقع، حيث لم يكن هناك في منظور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السابق والآن أيضا شيء بإنتاج السلاح النووي. در مورد سوال دومتون، من باید خدمت شما صریحا بگم که جمهوری اسلامی در کنار مردم این منطقه هست برای مبارزه با تهدید مشترک که اون هم تروریسم، افرادگرایی و فرقه گرایی است. و فيما يتعلق بالسؤال الثاني، لابد أن أكون صريحا وأقول بصراحة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تقف بجانب الشعوب في هذه المنطقة في مكافحة التهديد المشترك التي تهدد هذه الشعوب، وهي مسألة الإرهاب والتطرف والطائفية. ومعتقدم كإن مشكلات براي منافع هیچ یک از کشورهای منطقه مفيد نیست. فإنني أعتقد بأن هذه القضايا وهذه المشاكل ليست مفيدة ولصالح أي دولة في المنطقة. هرچند که فکر بکنن میتونن در کوتاه مدت ازش بهره برداری کنن. ولو كانت على قناعة بأنها بإمكانها أن تستفيد من هذه المسألة لمدى قصير. لذا پیام ما برای کشورهای منطقه این است که ما باید با یکدیگر برای مقابله با این چالش مشترک همکاری کنیم. و على هذا الاساس ان رسالتنا لدول المنطقه هي انه لا بد من التعاون بين هذه الدول لمواجهه تحدي مشترك. هیچ یک از ما نمیتوانیم یک دولت دیگر این منطقه را از این منطقه حذف بکنیم. فلا يمكن لاحد في هذه المنطقه بامكانه ان يلغي دوله اخرى فيها. هیچ یک از ما نباید خیال پردازی بکنیم در مورد اینکه بتوانیم بدون حضور دیگران مشکلات این منطقه، بدون حضور اعضای این منطقه مشکلات این منطقه را حل بکنیم. فلا احد في هذه المنطقه يجب ان لا يفكر بالاوهام وبالتفكير الوهمي بانه يمكن له ان يقوم بتسويه المشاكل ومعالجه المشاكل بدون حضور اعضاء لهذه المنطقه. ما هیچگاه این گونه فکر نکردیم و دیگران رو هم دعوت میکنیم که به یک فکر جمعی و همکاری جمعی برای این مشکلات رو بیارن. نحن لم نكن نفكر في يوم من الأيام بمثل هذه الأفكار، و ندعو الآخرين أيضا على أن يفكروا بتفكير جماعي لتعاون جماعي. در مورد بحث اول، ما برای اعلام ضرورت همکاری نحن قمنا بهذه الزياره للاعلان عن ضروره التعاون، و معتقدیم که همه دولت‌های منطقه نیاز دارند که با یک دیدگاه جدید به آینده نگاه بکنند و بازی با حاصل جمع صفر رو کنار بگذارند. اننا نعتقد انه لابد لكل الدول في هذه المنطقه بحاجه الى رؤيه جديده في المستقبل، ويجب ان يتركوا لعبه بنتائج لا شيء. اتهامات بی اساسی که مطرح شده واقعا با تاسف و هدفش جلوگیری از همکاری. والاتهامات والتهم الواهيه التي طرحت في الواقع
من المؤسف انها طرحت للحلولة دون تعاون و زمان بندیش نشان دهنده این واقعیته که فقط برای ممانعت از همکاری ایجاد شده. من نمیدانم چرا برای برخی کشورها کاهش تشنج و همکاری نگران کننده میشه. و التوقيت في هذا المجال هو خير دليل على انها طرحت في للمنع وللحلولة دون تعاون بين الدول في هذه المنطقه. فانا لا ادري لماذا تكون بعض الدول تقلق من تخفيف الأزمة. جمهوری اسلامی بدون توجه به سیاست‌های غلطی که در گذشته برخی از همسایگان ما در حمایت از رژیم صدام داشتند آماده است که با روی گشاده با همه همسایگان کار بکنه. فالجمهوری الإسلامية الإيرانية وبغض النظر عن السياسات الخاطئة التي كانت لبعض الجيران في السابق فيما يتعلق بدعم حسين في الواقع، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة وبرحابة الصرف ومع كل الدول الجارة في المنطقة. ومعتقدين كي تنها كساني كي ميتوانند از این منطقه حراست بکنند با خطرات این منطقه مقابله بکنند خود ما هستیم. فإننا نعتقد أن الأطراف الوحيدة التي تكون بإمكانها الحفاظ على هذه المنطقة وتكون بإمكانها وتتمكن من مواجهة التحديات والأخطار هي أنفسها. در مورد سؤال دومتون، هدف مذاكرات ما حل و فصل م... وفيما يتعلق بالثالث هو تسوية القضايا النووية. البته ما رفتار مقامات آمریکایی رو با جدیت رصد میکنیم. فإننا نرصد طبعا التعامل من المسؤولين الأمريكيين والتصرف الأمريكي. أمريكا سابقة بسيار بدي در برابر إيران داره. فالأمريكا تاريخ سيء جدا فيما يتعلق بإيران. و تاريخ بسيار بدي در منطقة ما داره. ولها تاريخ سيء جدا في منطقتنا. و تاريخ بسيار بدي در استفادة از زور و تهدید به استفاده از زور داره. و لها تاریخ سیء جدا فی الواقع فی ممارست منطق القوه و تهدید به استخدام القوه. و از این تاریخ نفعی نصیب مردم آمریکا و دولت آمریکا نشده. و من هذا التاريخ في الواقع لم تربح ولم تستفد امريكا لم تستفد الحكومه الامريكيه والشعب الامريكي. والان يك فرصه استثنائيه دارند كه اين تاريخ رو تغيير بدن. والان هي الفرصه هذه الفرصه هي فرصه استثنائيه في الواقع لتبديل هذا الوضع وتغيير هذا الوضع. وما اين روش تغيير اونها رو با جديت رصد خواهيم كرد. فاننا نرصد بدقه في الواقع الطريقه التي يتبناها وتتبناها امريكا لتغيير هذه لتغيير هذا المسار. السلام عليكم شكرا محمود للسياسه. وعليكم السلام. شكرا لكم وشكرا على هذا المقابل نتشوق فيه كل فتره واخرى. خليني اكون صريح معك يعني استحمل صراحتي. سالت الاخت سميره على موضوع البحرين. انا اكرر السؤال، هل اعلانات البحرين عن ضبط متفجرات من ايران صحيح ام غير صحيح؟ من بصراحه گفتم که غلطه. فانا بصراحه خاطئة تماما. إذن تابعنا معكم هذه الكلمة